ودايما هنكون في ظهركم. يعني نروح لروزل يوسف. الأجانب سلاح بايلر، الجهاز الفني يحدد خطة كانو سبورت في تجربة ودية. الأجانب قصدهم على جيرالدو وأزارو ومعلول، هما طبعا مش متواجدين في التدريبات لكن الراجل متابعهم عفوا، فوارد ان هما يكونوا متواجدين في التشكيلة الأساسية. ده برضه هيكون طبقا للرؤية الفنية لمستر فايلر، وهنشوف الأمور هتستقر على ايه في النهاية. عايز اروح للشروق. الأهلي اشترط 4 ملايين دولار للاستغناء عن أجايه، مفيش عرض أصلا جيل أجايه. لجنة التخطيط ترفض عرضا برتغاليا للاعب، مفيش عرض برضه. محمد محمود يشارك في المران الجماعي خلال 10 ايام، وده خبر مهم ومميز جدا، وهو اللاعب بحاله جيده جدا جدا في الحقيقه محمد محمود، ولاعب هيكون اضافه كبيره لخط وسط النادي الاهلي، وموضوع الوديه ده احنا علقنا عليه. طيب نروح بقى ليوم 7، وده خبر ايضا مهم ويعتبر مكرر خلال الايام اللي فاتت. بيقول لك تقرير صادم يهدد احاله اوراق ازارو ومروان محسن للدكه الحمراء. هو التقرير بيتمثل في ايه؟ في عدد المشاركات الخاصه بالاثنين لعيبه وعدد الاهداف اللي احرزوها. يعني هم شاركوا بعض المشاركات، جابوا 8 اهداف، يعني مثلا ازارو جاب 7 ومروان محسن جاب 8. ازارو جاب 6 في الدوري وهدف في دوري ابطال افريقيا، مروان محسن جاب 2 في دوري ابطال افريقيا و 6 في الدوري. فبالتالي التقرير زي ما علقنا قبل كده واتكلمنا على الموضوع ده، التقرير ممكن يقلق شويه فعلا، لكن في نفس الوقت ما بيبقاش مقياس اطلاقا. المقياس ايه؟ بيبقى من خلال الملعب، من خلال ما مستر فايلر يتفرج على اللاعبين ويقيمهم. لكن موضوع مش صادم ولا حاجة، وإن شاء الله يكونوا موفقين خلال الفترة الجاية. طيب دي كانت أهم وأبرز أخبار الأهلي في